خلينا ندخل بقى مباشرة في تفاصيل هذه الحلقة ونروح لحائط صد. يعني الحقيقة أنا دايما زي ما حضراتكم عارفين بحب ألف في الفيديوهات وأشوف الفيديوهات، فشفت شوية فيديوهات اليومين ثلاثة اللي فاتوا الحقيقة خلوني أبقى متضايق أن هناك تفكير بهذا الشكل، إن لسه في ناس بتفكر بهذا الشكل. أنا اتكلمت في الأمر ده امبارح تحديدا، يعني لأنه أنا معرفش إزاي ممكن أنا كجمهور أو محب للرياضة قاعد بتفرج على فلان الفلاني أسمع كلام هو كلام غير منطقي. يعني لما واحد يقول لك إيه؟ لما واحد يقول لك مثلا كولر ده فاشل، فأنت كمحب للرياضة حتى لو مش أهلاوي، حتى لو مش أهلاوي، إزاي ممكن تصدق مثل هذه الكلمة؟ لأنه بلاش إن كولر مدير فني النادي الأهلي، لو أي مدير فني في نادي مسك النادي اللي بيلعب فيه وخلاه يكسب أو كسب معاه، أنا آسف مش خلاه يكسب، كسب معاه 5 بطولات من 5 بطولات أو 6 بطولات وإنجاز من 8 مشاركات وبطولات، هل المدرب ده يصنف بأنه مدرب فاشل؟ هل التصنيف لأي حد فاهم وواعي ومدرك للمنطق يقول أن المدرب ده فاشل؟ ولا أقول أن أنا ما بحبوه مثلا، مش أنا إسلام، هو الراجل هو بيتكلم ده يقول لك أنا ما بحبوش ولكن هو مدرب جيد، أو يطلع يقول أنا لازم أمشي عكس الاتجاه عشان الناس تتفرج عليا، فأقول أن على مدرب مهما كان اسمه بعيدا عن كولر بقى، أقول على مدرب خد 5 بطولات من 5 بطولات و6 بطولات هذا الموسم أو هذا العام من 8 بطولات أقول عليه فاشل إزاي؟ كيف أستطيع أو كيف يمكن أن حد يصدقني؟ وأنا آسف أن أنا ببقى منفعل في هذا الكلام، لأنه الحقيقة والله أنا في فيديو قعدت اتفرجت عليه، يا نهار كذب، يا نهار خداع، يا نهار تدليس، كله غلط في غلط يا جماعة. ولكل جمهور الرياضة في مصر من فضل حضراتكم اعقلوا الموضوع. جمهور الأهلي بيعقل طبعا، لكن وكل جمهور مصر طبعا، ولكن أنا أقصد أقول اعقلوا الموضوع. أنا مش عايز حد كراهيته لنادي معين، يعني مثلا الأهلي هو بيطلع يتكلم دايما على الأهلي ويقول لك أصل الأهلي وكولر ده فاشل وإمام ده فاشل وكهربا ده فاشل ومش عارف كل من له صلة بالأهلي وجاي من حتة تانية يقول لك ده فاشل، دول فاشلين. اعقلوا الموضوع واعرفوا إن هذا الشخص لما يقول هذا الكلام هو كلام غير منطقي، لكن لما الأهلي يبقى خسران كسبان بطولة أو 2 من 8 ساعتها نقدر نتكلم أو مش هنقدر نرد وما نقولش اللي حصل أو اللي بيحصل، لكن للأسف الشديد كلام غير منطقي، والله كلام غير منطقي. المنطق ما بيقولش حتى كده. يعني أنا راجل بشتغل في قناة الأهلي وأهلاوي وبحب النادي الأهلي، خلاص هل ينفع أطلع أقول على أي فريق آخر، مش هتكلم على فريق بعينه، ولكن على أي فريق آخر عنده مدير فني كسب كل حاجة أطلع أقول عليه مدير فني فاشل حتى لو أنا كنت بكره النادي ده؟ مع أن أنا ما بعملش كده، لكن لو أنا قلت الكلام ده أنا حتى بيني وبين نفسي لما أبص لنفسي في المراية هقول على نفسي أن أنا مش مظبوط، أن أنا مش منطقي. لكن ممكن أقول لنفسي إيه بقى في المراية، اللي هو الراجل التاني اللي بيطلع يتكلم ده، ممكن أقول لنفسي في المراية لازم أمشي عكس الاتجاه أكتر، والله لازم أمشي عكس الاتجاه أكتر علشان الناس تتفرج عليا أكتر، عشان اليوتيوب يجيب لي فلوس أكتر، وعشان الترند مثلا. يعني واحد زي امام عاشور امبارح قال ايه مع سيف زاهر اعتقد في اون سبورت، قال انه من افضل فترات حياته هو تواجده في النادي الاهلي، وان انضمامه للنادي الاهلي من اهم الخطوات اللي حصلت في مشواره الكروي، وانه بالنسبه له كان اختيار سليم وموفق وكل شيء. فاحنا اعمل ايه يا جماعه؟ يعني اصدق امام عاشور
ولا صدق اللي طالعين يقولوا مثلا امام ندمان وكولر ده فاشل. كولر كولر مش محتاج ان هو يطلع يتكلم ويتكلم عن نفسه لان ارقامه واضحه، والمفروض برضو امام، لكن ماشي امام طلع واتكلم وقال هذا الكلام. انا عارف ان الناس دي بتقول اي كلام عشان زي مره تانيه بقول ان هي بتجيب مشاهدات، وواحد واخد الموضوع سبوبه لا مصداقيه ولا حاجه عن المصداقيه ولا بيقرب من المصداقيه، بتقول اي كلام من الدماغ، اي كلام بيجي في دماغك تقوم جاي ضربه. وفي نفس الفيديو يقول لك ايه مثلا، يعني عبد القادر عامل ازمات في النادي، عامل مشاكل جامده وانه كل يوم بيعمل مشكله. طيب معلش يا جماعه، اتمنى انت حضرتك عرفت الكلام ده منين؟ انت لا تستطيع ان تدخل بلاش النادي الاهلي او تعرف حاجه جوه النادي الاهلي، انت ممكن ما تعرفش حاجه جوه النادي اللي انت بتشجعه. انت هتعرف تخش النادي الاهلي وتعرف الكلام ده منين؟ هو عشان احمد عبد القادر مش موجود اجراء فني او فكر فني الراجل عامله كده، يبقى احمد عبد القادر بيعمل مشكله، ممكن يكون زعلان ومتضايق، مليون في الميه زعلان ومتضايق احمد عبد القادر على فكره يعني، وانا اللي بقولها مش انت، ولكن زعلان ومتضايق مش معناه ان هو يعمل مشكله. معرفش برضو انت سمعت امام عاشور وكهربا وهما بيقولوا اللي بيدخل السيستم ما بيطلعش منه، سيستم النادي الاهلي ما بيعرفش يطلع منه لانه ده سيستم بيتحط وكل الناس بتمشي عليه. فاحمد عبد القادر زعلان؟ مليون في الميه زعلان. هو في لعيب في العالم يبقى مش موجود في كاس العالم للانديه ويبقى مبسوط؟ لكن لازم نفرق ما بين الزعل والمشاكل. ممكن اجي كل يوم زعلان ومبوز وحاطط وشي في الارض، ولكن بتمرن كويس وبعمل كويس، اقول للناس ان انا اي يعني انا عايز ابقى كويس الفتره اللي جايه فموت نفسي في التمرين. فالراجل يشوف هذا الكلام يحطك مره تانية. ده اللي على ده نظام النادي الاهلي، او الراجل عايز او مش عايز. لكن انت تصحى الصبح الراجل ده نفسه يعني يصحى الصبح يالف ويقول احداث وسيناريوهات مثيره عشان بس مجرد المشاهدات العاليه زي ما قلت لحضراتكم وتحسين الدخل. بزنس سبوبه ليس محتوى. لانه خلي بال حضراتكم انتوا الاساس في كل شيء، جمهور الاهلي وكل جمهور مصر هو الاساس. لما حد يقدم محتوى ويتكلم بشكل منطقي حتى ممكن الامور تعدي، ولكن لما اقول على كولر اللي جاب كل هذه البطولات فاشل الناس هتقول ايه عليك؟ ده في عرف السوشيال. طيب بما اننا بنتكلم على السوشيال ميديا والترند، اسمه ايه؟ هبيد. ده غير الهجازين، انا شرحت الهجازين، لكن الهبيده لا، نوع مختلف من السوشيال ميديا. فالهجاسين معروفين والهبيده معروفين. طب انا ازاي بتكلم بهذه اللغه؟ لانه هذه هي لغه السوشيال ميديا مثلا. وكلهم طبعا كلهم بعض من لا يشجع النادي الاهلي، عشان بس ما حدش يقول لي لا ما بتكلمش على جمهور الاهلي، انا بتكلم على بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي معروفين. وما بين الهبيد والهجاص شعرة. الشعرة دي ساعة تروح وساعة تيجي. ساعة هجاص ساعة هبيد. زي ما انت عايز. وادي الترند شغال. الهجاص على الشاشة. الهبيد على السوشيال ميديا. في اللايف في اليوتيوب مثلا. وبينهم شعرة. هي ما فيش شعرة بيني وبينكم، ما فيش بينهم حاجة، لأنه في الآخر انت هجاص يا هبيد حضراتكم عارفينه، لان المشاهدين دلوقتي بقى عارفين كل حاجه وعارفين مين اللي بيكذب ومين اللي بيهبد. والله العظيم في ناس بتقول لي يا اسلام يا عم ما تسيبه يقعد يتكلم، ما احنا بنقعد نتفرج ونتبسط ونضحك يعني، خلي الناس تتسلى زي اللب ونرمي. ماشي اوكي، انا كل واحد قابل على نفسه ان هو يكون كده، اوكي تمام مفيش مشكلة خالص، كل واحد حر وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. لكن من ضمن الاختراعات برضو انه بيقول مثلا، بيقولوا حاجات كتيرة جدا جدا يعني جدا، لكن والله الواحد من كتر الكلام بقى مش عارف ايه الموضوع ماشي ازاي، من كتر الفيديوهات ومن كتر الكلام اللي بيتقال ومن كتر اللي بيحصل والهبد هو هو. يعني ده يطلع يقول لك ايه، خلي بال حضراتكم، يطلعوا يقولوا ايه،
واحد كده معين يطلع يهجس ويقول كذا، يقول مثلا كولر فاشل، وبعدين التاني يطلع يقول لك ايه، يلاقي الموضوع هنا جمهور الاهلي فهم الموضوع او فاهم الموضوع، فيقول له يا عم انت باين عليك بتقول اي كلام، فما يبصلوش، فعايز يكمل يقول لك ايه مشاكل احمد عبد القادر، فيلاقي نفسه زعلان طبعا وكل حاجه احمد عبد القادر، لكن ما فيش مشاكل جوه النادي الاهلي، لما بيبقى في مشاكل بيتم حلها في اطار اوضه اللبس. فقفلنا الموضوع ده، يخش على الموضوع الثالث يقول لك ايه، اصل احمد فتوح جدد مع الزمالك. طب ما يجدد، انا ما انا قلت لكم الكلام ده امبارح على فكره. فلقى الموضوع ده طب ما هو يجدد، ما انا مالي ما يجدد، احمد فتوح لعيب كبير جدا، وواحد انا شخصيا بحب لعب احمد فتوح جدا جدا، ولكن هو جدد مع ناديه، هو حر، الراجل بيفكر ان هو يجدد مع ناديه، هو حر. فما يلاقي دي مقفوله ودي مقفوله ودي مقفوله، فيفكر في حاجه ثالثه او رابعه او خمسه، لان جمهور الاهلي اصبح او جمهور الاهلي طول عمره واعي، وجمهور مصر كله طول عمره واعي. ولكن اللي انا فهمته من بعض الجماهير ان الحاجات دي بتتعمل عشان التسليه، او احنا بنتفرج على هذه الاشخاص على هؤلاء الاشخاص لمجرد التسليه. فواحد من المحللين مثلا المعروفين بانهم ضد النادي الاهلي يقول لك ايه؟ كهربا لا يستحق الانضمام للمنتخب. طب على اي اساس؟ على اي اساس او اي اهو ده كلام نقدر نتكلم فيه ونروح ونيجي فيه. على الرغم ان هو كلام منتهي. هبدي يعني ولكن ماشي فني، على الاقل فني. اقدر اقول لحضرتك ان كهربا هو الافضل النهارده، ثابت جايب لنا وهو كريم جايب لنا ارقام كهربا. ارقام كهربا تتحدث عن نفسها. فكيف تستطيع ان تقيم فنيا وتقول ان هو لا يستحق ان يتواجد مع المنتخب في هذه، انا مش هتكلم على الارقام دلوقتي لان الارقام هتيجي لحضراتكم بعدين. الارقام اللي انا شفتها من شويه قبل ما اخش ارقام يعني صعب جدا حد يحققها الا لو لازم يكون في منتخب مصر. 21 هدف حضرتك السنه دي وبيساهم في صناعه 9. ده انا بس يعني بقى اللي انا فاكره في كام مباراة؟ في 109 مباراة كهربا جاب 50 هدف وصنع 26. هل هذا بعيدا بقى عن التسع ألقاب محلية وقارية من ده من 2019 بس بالمناسبة. أنا مش عايز أجيب لكم السنة دي بس. هو مين يعني كيف يمكن أن يتم تقييم كهربا إلا من خلال هذه الأرقام؟ هو 2023 مين هداف دوري ابطال افريقيا او احد الهدافين؟ كهربا 6 اهداف. كل ده مش عايزه ينضم للمنتخب؟ هنا انا اقدر اتكلم معاك او مع اللي بيقول هذا الكلام فني. انا قلت رايي ووريتك ارقام او هوريكم كمان شويه ارقام. فهل من الممكن ان حضرتك ترد بارقام مش مجرد كلام وضحك على الدقون وخلاص؟ بلاش، بما اننا بنتكلم فني هتكلم فني، يعني انا بفهم في الكوره شويه فعايز اتكلم معاك فني برضو. هو لما الكوره بتترفع اوفر والراس حربه بيتحرك ويحط جون بدماغه، هل ده يحسب لراس حربه ولا للباك ولا للاثنين؟ يحسب للاثنين. تحرك الراس حربه مع اوفر جيد من اللي بيلعب الاوفر، الراس حربه دخل حط دماغه جاب جون. علي معلول رفع الاوفر في كره ثابته اللي هي اسهل انواع الكرات بالنسبه للمدافعين وحارس المرمى. علي معلول رفع اوفر في اخر مباراه، انا هكلمك عن اخر مباراه. علي معلول رفع اوفر، كهربا نط فوق ايد جنش حارس مرمى نادي مودرن فينشا، واحد من افضل الحراس بالمناسبه، نط فوق ايد جنش وحطها في الجون. تحسب لمين؟ لا يستحق الحقيقه. طب كيف يمكن تقييم فني؟ حد يقول لي لو انا بتكلم كلام غلط، حد يقول لي كيف التقييم الفني ده بناء على ايه وعلى اساس ايه؟ يعني وجهة نظري ان مثل هذه التقييمات يجب ان يتم وضع معايير ليها الا لو ما يكونش ليها لازمه. ولكن وجب ان انا ارد لانه في مثل هذه الامور انا ما بعديهاش. زي واحد تاني قال لك ايه؟ طيب مروان عطيه لا يستحق الانضمام للمنتخب. مروان عطيه في معظم مباريات الاهلي الاخيره مان اوف ذا ماتش. مش اسلام، كل الخبراء والمحللين اللي بياخدوا بيختاروا هذا الاختيار.
عارفين قيمته كويس في الملعب. ما تيجي تتكلم مع اي حد يقول لك مروان عطيه ده واحد ان لم يكن الافضل فهو واحد من افضل 3 لاعبين في هذا المكان في مصر. طيب هو حضرتك متخيل ان فيتوريا ممكن يجامل كهربا او ممكن يجامل مروان على حساب مين؟ على حساب نفسه؟ في بطولة مهمة زي دي رجل أجنبي، هو عنده اختيارات خاطئة، عنده اختيارات خاطئة طبعًا، ولكن اختيارات خاطئة بالمنطق وبالعقل وبالفني. إن أنا آخد أحمد الشناوي اللي بقاله أسبوعين ثلاثة، هل ده معناه إن أنا بقول إن أحمد الشناوي وحش؟ وأحمد الشناوي واحد من أفضل الحراس، مش أنا، كلنا بنقول هذا الكلام، ولكن واحد مصاب بقاله أسبوعين ثلاثة. طب هيخش إمتى؟ ما كان ممكن تاخد اسم تاني يستطيع أن يتواجد معاك، جنش مثلًا. مش هقول حد من الأهلي عشان ما يقولكش مش عارف إيه. دي وجهة نظر. هل اللي يشوف ياسر ابراهيم ما يقولش ان ياسر ابراهيم يجب ان يكون متواجد على حساب مين؟ انا مش هتكلم على حساب مين، ولكن يجب ان يكون متواجد مع منتخب. برضو مش انا اللي بقول هذا الكلام، كل محللين مصر بيقولوا هذا الكلام. لكن هو اختياراته خاطئة، عنده اختيارات خاطئة، ولكن في النهاية هو اللي هيتحاسب، مش انا ولا حضراتكم. ولكن الموضوع واضح ان هو الفنيات دي ممكن نروح ونيجي فيها ونتكلم فيها كتير جدا، لانها امور هامه جدا. ده بالمناسبه بروي فيتوريا وجهه نظري ان هو عايز ينجح مش جاي ياكل عيش. يعني في ناس بتطلع على الهوا تقول اي كلام عشان تاكل عيش، بس العيش اللي بيتاكل بقى ده هتحاسب عليه يوم القيامه. مش هو لوحده، كل من يتكلم بهذا الاسلوب وبهذا الشكل هيتحاسب. والله مش من لانه يا جماعه، والله احنا في ناس بتتكلم مع عقول ناس كثيره جدا. اللي بيطلع على الشاشه يجب ان يتكلم باحترام وبادب وبمنطق، بمنطق عشان الناس تفهمك.